معنا أيضا هاتفيا اللواء الدكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال. بعد تحية اللواء الدكتور سعد الزنط، يعني نريد تعليق حضرتك على هذا الحادث ورؤيتك لهذا الحادث. الأول احنا بنعزي مصر كلها الحقيقة في النائب العام نعم ممثل الشعب، والراجل حاله يستحق مننا كل تقدير. نعم الله يرحمه ويرحم كل شهداء الوطن. بالنسبة للي حصل النهارده، أنا بعتقد إن يعني مش هدخل في تفاصيل كتير، لكن أعتقد إن الأجهزة الأمنية في قصور لا يجب إن احنا نعفي أجهزتنا الأمنية من إن اللي حصل النهارده نتيجة قصور. وأنا بعتقد إن الحادث اليوم تماما ربما يتطابق مع حادث الوزير محمد ابراهيم وزير الداخليه نعم. السابق، نعم بنفس الاسلوب بنفس نعم الطريقه، محاولة تغطية وتقريبا حتى جغرافيه المكان نفس جغرافيا بالظبط بتاعت السكن الوزير السابق. نعم فالحقيقه انا مش عارف كتير عند النقطه دي، لكن احنا اتكلمنا كتير قبل كده في ان ضروره ان اجهزه المعلومات الامنيه لا تنتظر وقوع الحادث ثم تعمل. يجب ان يبقى في حاجه اسمها الوقايه. وخلال الشهور الحقيقه اللي فاتت كان في وزير داخليه جديد، وكان في رئيس مخابرات عامه جديد، ورئيس مخابرات حربيه جديد، وتم رفع كفاءه الاجهزه بالمساعدات الفنيه والماديه والتشريعيه اللازمه. ايه اللي ناقص الحقيقه؟ انا مش عارف. مساله ان احنا، انا بعتقد كمواطن، ان احنا ننتظر بقى لما احنا مش اقل من اللي حصل في تونس ولا في الكويت، مش اقل من الناحيه الفنيه الاجهزه الامنيه. خلال 48 ساعه الدولتين تمكنتا من القبض على باقي الشركاء في العمليه، لكن احنا بكل اسف في عندنا حاجه غلط. يجب ان احنا نواجه انفسنا، ويجب ان احنا يعني احنا واقفين وراء اجهزتنا الامنيه، بنقول ان هي يعني كتر خيرها العمل مبني وكبير وكثير، لكن هناك اخطاء يجب ان ننتبه ليها. الحاجه الثانيه، في حاجه ملاحظه ثانيه، الله يرحمه النائب العام لما اتنقل المستشفى فوجئنا بان كثير من الساده المسؤولين الكبار سواء وزراء او كبار رجال الدوله ذهبوا الى المستشفى. السلوك ده مقبول من السلوك الشعبي من الشعب، ان احنا نتلم على مكان الحادث او صاحب الحادثه، لكن نفرض ان كان في عمليه مقصوده، يعني حد عنده من التقنيات او الفهم ان ده ممكن يحصل، وان هيتنقل لاقرب مستشفى ويحصل عمليه اخرى. ارجو ان الساده المسؤولين ينتبهوا ويبتعدوا عن ثقافه او سلوك العوام في الدوله، لان مصر مش ناقصه، مصر مش ناقصه، انتبهوا يا مسؤولين. اما بالنسبه بقى على المستوى العام، احنا قلنا قبل كده ولازلنا نؤكد، وقال الكلام ده تقريبا امبارح بالليل مع في نبض الوطن مع الاخ عادل، قلت ان احنا معرضين، وانا بعتقد دي مش العمليه الاخيره، خلال الايام اللي جايه هيبقى في عمليات اخرى. ده نعم. متوقع اذا نعم. احنا تمكنا من ايجاد هذه العمليات او امكن السيطره عليها قبل ما تحدث، فده يبقى جيد. اتمنى ان الاجهزه الامنيه تعي خطوره اللحظه اللي احنا في حرب وجود. ايضا الشعب عليه دور كبير جدا. انا بعتقد ان هو المنطقه، اي منطقه بيحصل فيها حادثه فيها ناس كتير موجوده تستطيع ان تلاحظ، ما ننتظرش لما نقول للناس خدوا بالكم حصل او هيحصل. اتمنى ان الشعب المصري ينتبه انه شريك، وهو شريك اساسي في تجنيب مصر مثل هذه العمليات. البقاء لله، وبنعزي مصر كلها وبنعزي نفسنا. شكرا جزيلا اللواء دكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال.